بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن تفسير سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق. 凭博慈恒慈的安拉之尊名，愿安拉赐福安于我们的先知穆罕默德（算拉拉华内瓦斯兰）。今天我们讲关于苏拉图·法拉克的注解。نعم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل 就是你说，这是安拉塔拉命令使者说，同样也是。对所有的穆斯林。نعم. ما معنى الفلق؟ الفلق أي أن الله سبحانه وتعالى أخرج الليل من النهار. فالق الإصباح. يأتي ليل ثم ينفلق هذا الليل بخروج الصبح. 首先解释一下 فلق 是什么意思。فلق 就是黑夜与白天的交汇这个白天来临了。曙光，也就是曙光来临了，黑夜将要逝去。ثم فالق الحب والنوى الله سبحانه وتعالى من هذه الحبوب تضعها في الأرض تنفلق ويخرج منها الزرع هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 这个 فلق 这个词还用于比如一个种子裂开裂开然后长出植物裂开以此来做一个这个交汇处就像黑夜过去白天来临。نعم. قل أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره. أعوذ 就是向安拉的一种求护的言辞，只向安拉求护佑，向安拉祈祷。لأن الالتجاء والاعتصام بغير الله فيما لا قدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر.因为向安拉以外者求护求祈祷那都是大的举办。من ماذا نستعيذ؟ 从什么东西我们向安拉求护呢？ من شر ما خلق يعني من كل الشرور. من شر ما خلق 也就是从所有被造物上的坏的事情上。كذلك ومن شر غاسق الغاسق الليل إذا غطى بظلامه. 同样，我在这节古兰经这章古兰经当中讲到，我们从黑夜笼罩，也就是黑夜非常漆黑的时候，我们以那种黑夜的一些伤害上祈求安拉护佑我们。لأن الليل إذا غطى بظلامه يكون هناك عمل الأرواح الشريرة يعمل الجن الشياطين السحرة نعم. 因为在夜深的时候经常有一些精灵啊。恶魔呀，以及搞邪术的一些行为出现。كذلك تستعيذ من شر النفاثات هن السواحل. قلنا من علامة السحر العقد مع النفث. النفث إخراج شيء من الهواء مع شيء من الريق. نعم. 再有，祈求安拉保护我们免遭邪术的一种邪术，就像这个邪术师们用吹在一些这个东西上。吹他们的唾液等等施邪术的一种行为。نعم. إذن كذلك من شر النفاثات في العقد السواحل لأنهن يعقدن العقد وينفثن فيها. 也就是邪术师们施邪术在这个邪术施邪术的物品上吹一些或者吹一些邪术的一些行为。وكذلك تستعيذ من شر الحاسد من هو الحاسد؟同样我们祈求安拉保护免遭哈塞的侵扰。什么是哈塞的呢？ الحسد هو كراهية النعمة للغير يعني يكره أن تكون له هذه النعمة. حسد 也就是嫉妒，就是不愿意让别人得到安拉的恩典。سواء كان تمنى زوال هذه النعمة أو لا. 无论他这个无论怎样他们都是希望别人不要获得这种安拉的恩典。الحسد كبيرة من كبائر الذنوب. 这种嫉妒是大罪当中的一项。اعتراض على قضاء الله وقدره. 是不喜悦安拉的定度。أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى بسبب الحسد. 那第一个罪恶的原因就是因为嫉妒。ماذا تصنع؟ 怎么做的呢？ إذا أعجبك شيء.
一旦你喜爱某项事物，看到你兄弟的一个恩典，你应当向安拉祈求啊，安拉赐予他啊这个吉庆。应当感赞安拉，向安拉祈祷，喜悦安拉的定度。إذن هذه السورة فيها الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. 这章古兰经是我们向安拉祈祷 من شر كل مخلوق. 祈祷保护一切，保护我们免遭一切被造物的伤害 ومن شر الأوقات التي يعمل فيها بعض الناس. 祈求安拉保护我们在某些时段恶魔做一些这个伤害我们的行为，保护我们不受伤害。同样祈求安拉保护我们不要遭受邪术的伤害，以及祈求安拉保护我们免遭嫉妒者嫉妒的伤害。那تفسير سورة الناس关于سورة الناس的注解 يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه也是第一个词是 قول， 你说，这是安拉让使者说，也是适合于我们每一位穆斯林。قل أعوذ برب أعوذ ألتجئ وأعتصم أعوذ 也就是我们向安拉祈祷祈求求保护。رب الناس 安拉是调养世人的。أي كل الناس是调养所有的人。وذكرنا فيما تقدم أن الربوبية تنقسم إلى قسمين。前面我们讲过鲁布比认主独一 يعني تربية الله سبحانه وتعالى لخلقه إما تربية تتعلق بالبدن أو تتعلق بالدين 我们讲到两个方面的调养对身体的调养以及在我们的精神上对宗教的调养 فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق 安拉塔尔拉创造了一切被造物 وأمدهم بالنعم أمدهم بالأرزاق而且给他们一切给养هذا يتعلق بالبدن 这都是关于身体方面的 ما يتعلق بالدين ما يتعلق بالروح 关于宗教方面以及精神方面的 أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الأنبياء والرسل حتى يتربوا 安拉乌塔尔拉降世了一切经典对世人予以引导 ظاهرا وباطنا 表面的以及内在的 نعم قل أعوذ برب الناسملك الناس وقلنا ان الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك ملك الناس 安拉塔拉是掌握王权者是一切的拥有者掌管者 فاذا كان هو الرب وهو المالك لابد ان يكون هو الاله المألوه المعبود محبه وتعظيما توحيد الالوهيه 一旦安拉是一旦我们知道了安拉是独一的主宰安拉是独享王权的拥有一切的我们要知道安拉是独一应当是受独一崇拜的 نستعيذ من ماذا 我们向安拉祈祷什么呢 من الشيطان لأنه يوسوس ثم يختفي 我们向安拉祈祷免遭恶魔的教唆 يوسوس في صدور الناس 恶魔在人们的胸中教唆 نعم قد يظن ظان أن الشيطان يكون فقط من الجن. 有些人认为恶魔只是精灵的恶魔. فنبهنا الله سبحانه وتعالى أن الشياطين قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن. 安拉乌塔拉提醒人，警惕。那么恶魔既可能是精灵，也可能是人类。بل أخطر الشيطان هو الشيطان الجن. 最危险的恶魔是精灵。لأن شيطان الإنس قد تقول أعوذ بكلمات الله التامات يفر أما شيطان الإنس لا يفر يبقى 精灵的恶魔我们念 دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 精灵的恶魔会离去但是人类的恶魔却不同于精灵的恶魔 هذه السور رقية 这几个这个古兰经章节都是如果也就是治病的导词。تقرأ مع قل هو الله أحد أدبار الصلوات المفروضة。我们念这个قل هو الله أحد这一章，在这个午饭拜功之后都要念。وفي أذكار الصباح والمساء 在早晚的纪念安拉时要念。وعند النوم 在我们睡觉时要念。نعم والله أعلم。安拉知。